مجموعة من الزملاء، وبيشرفنا أيضا شركة وول فارم، وبنشكرهم طبعا على تواجدهم معنا. دكتورة إليزابيث معنا يونيتي للريسبيراتوري انفكشن. طبعا ده طبعا يمكن موضوع الساعة، نقدر نتكلم أول عن ريسبيراتوري فيروسز، ثم بعد كده هنتكلم عن الاميونيتي واحدة واحدة. فبالنسبة للريسبيراتوري فيروسز طبعا هنتكلم على مجموعة منها، هي طبعا leading cause of disease and mortality، يعني أكتر سبب رئيسي في الحالات المرضية. طبعا تتراوح من mild case اللي هو common cause up to ممكن يبقى فيه نمونيا، فطبعا فيه extreme variation في presentation. معظمها self-limiting، يعني كلها بتختفي بدون علاج، وما فيش أصلا علاج للviral infections، فبالتالي ما بنحتاجش. لكن في الناس اللي هي susceptible اللي هم عندهمش مناعة زي neonates وزي الكبار السن قوي، دول طبعا اللي ممكن الviral infection عندهم تعمل لهم مشكلة كبيرة نتيجة ان الimmunity بتاعتهم غير كاملة. انفلونزا اللي هو انفلونزا فيروس ده common cause of pneumonia، وبيؤدي الى نسبة كبيرة من الوفيات حتى في العالم الغربي أو العالم المتقدم شوية. الكومون كولد is a mild viral infection. common cold اللي هو نزلات البرد العادية اللي ما فيهاش حرارة، اللي ما فيهاش أعراض عنيفة، ما فيهاش مضاعفات، اللي هي نزلات البرد اللي بنقول عليها نزلات البرد. طبعا نزلات البرد دي كلها بتبقى mild viral infections، مجموعة من viral infection، وزي ما انتم شايفين rhino viruses وكورونا فيروس اللي هو طول عمره بيعمل common cold الخفيف، يعني هو لم يبدأ يتوحش إلا في بداية القرن ده من 2002، لكن هو كان طول عمره كورونا فيروس بيعمل common cold اللي حتى ما كانش معاه حرارة، هو يبقى يجي طول البرد اللي معاه شوية وجع في الزور وكحة وما فيش حرارة خالص، وبيبقى الكومون كولد اللي احنا كلنا عارفينه مع مجموعة تانية من الفيروسز اللي بتعمل المايلد كولد زي الراينو فيروسز والأدينو فيروسز. There is no effective antiviral، ما فيش حاجة اسمها antiviral للفيروسز اللي قلنا عليه بالنسبة لكل الفيرال انفكشن، استثناء لو دخلنا في secondary infection bacterial، طبعا ده بيبقى معاه نمونيا أو otitis media أو sinusitis، دي الحاجات اللي ممكن تستدعي antibiotic، لكن ما فيش antiviral للفيروسز اللي بنتكلم عنها كلها غالبا باستثناء في حالة الانفلونزا. الانفلونزا فيروس طبعا منه 3 سترينز A و B و C. ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده لانه طبعا عندنا هو بيتغير كل موسم، فطبعا بيحتاج يتغير الباكسين بتاعه. وطبعا من السترينز اللي على السيرفيس بتاع الفيروس اللي هو الH والN بروتينز، دول اللي بيبتدي كلاسيفيكيشن للفيروس، عشان كده بنسمع H1N1 H1N5، يعني التنويع دي حسب تركيبة البروتين اللي على سطح الفيروس. طبعا الإبيديميكس المشهورة فيه أو الإوتبريكس المشهورة للإنفلونزا كان من أشهرهم السبانيش فلو، يمكن الكلام عليها الفترة دي عشان بيشبهوها بالإبيديميك بتاع الكورونا فيروس، لأن من ناحية انتشار السريع وكمية الوفيات والريباوند اللي بيحصل. طبعا حصل تاني الإيشيان، وحصل تاني الهونج كونج، وحصل السواين فلو اللي احنا كلنا فاكرينه يمكن الفترة بتاعة 2009-2010، ده كان السواين فلو، دي كان إبيديميك اللي حصل. كل سنة بيطلع فاكسين للإنفلونزا، وبيبقى بيتصنع الفاكسين ده أو بيطلع ريكومنديشن من مراكز البحثية زي Center of Disease Control و WHO، وبتطلع للمصانع اللي بتصنع أو الشركات اللي بتصنع الفاكسين حسب أكثر 3 سترينز منتشرين، وبيتعمل التطعيم بناء على ذلك. وفي سبتمبر يعني بيطلع ريكومنديشن في إبريل وفي سبتمبر، وبناء عليه صنع الفاكسين حسب السترينز. عادة بيبقى واحد سترين من الA واثنين من الB، وحديثا في الفاكسين بيتعمل رباعي، ده اللي هيبقى جديد. وفي كمان الفاكسين بتاع الانفلونزا اللي يبقى عن طريق النوز، ده انهاليشن، بس طبعا له عمر، يعني مش الأعمار الصغيرة قوي زي الطفل ده. الفيروسات اللي ممكن تسبب respiratory viral infection اللي قلنا عليه الكومون كولد الخفيف الهايف اللي هو ما بقاش معه حرارة، معهوش أعراض شديدة، اللي هو الباثوجين بتاعت الكومون كولد اللي هي راينو فيروسز وأدينو فيروسز وكورونا فيروس. كورونا فيروس طول عمره كان بيعمل كومون كولد، يعني حتى الدور ما كانش بيبقى معه حرارة،
واعراضه بتبقى برد، وجع في الزور. اكتر حاجه بقى عندنا وجع في الزور، راني نوز، هيديك، ماسل ايكس، نادرا ما يبقى فيه مضاعفات، وكحه ساعه تاخد وقت شويه. طبعا ترانسميشن زي كل الفيروسز من خلال كونتاكت مع ريسبيراتوري سيكريشن او انهيليشن او دروبليت ايروسول. خدوا بال حضراتكم انه دايما بيبقى عندنا يعني الدروبليت انفكشن دي بتبقى من الحاجات اللي هي يعني اكتر حاجه انتشارا في يعني نشر العدوى. ويمكن لو انتوا حضراتكم اكيد شفتوا الفيديوهات اللي هي بتاعت انتشار الفيروس والدروبلت في الفتره بتاع كوفيد. طبعا في الخلفيه حضراتكم شايفين قد ايه انتشار الفيروس لما حد بيكح او بيعطس مسافه متر وشويه. طبعا دي بتخلي الانتشار ممكن يوصل لمسافه ممكن 180 سنتي. فده الفيديو اللي ورايا بيبين الدروبلت قد ايه ممكن بتنتشر وبتوصل لناس كتير. الكلام العادي ممكن خلال مسافة أقل من متر ممكن ينشر الفيروس، زي الفيديو ده بيوضح لما عملوا دراسة في الظلام وشافوا الفيروسات لما عملوا لها تصوير خاص علشان يشوفوا الدروبلتس. تمام، في أوضة مغلقة زي ما احنا شايفين لو واحد بيعطس أو بيكح ممكن الفيروس يفضل معلق في الهواء فترة ممكن 7-9-10-20 ثواني، فترة ممكن تبقى طويلة لحد كبير في الأماكن المغلقة. عشان كده بنستغربش في الفصول الدراسية بيبقى في الفيروس لو غرفة مغلقة وعدد وناس قريبين من بعض الفيروس بيوصل زي ما احنا شايفين كده. الدروبلس اللي هي الحمراء دي اللي بتبقى أخف وزنا وبتبقى معلقة أكتر في الجو وبتقعد فترة، أهي الفيروس الدروبلس اللي هي الحمراء دي اللي هي الأخف وزنا دي اللي بتقعد فترة في الجو بتاع المكان المغلق اللي هي ممكن بالتالي ان تعدي الناس القريبين. عشان كده نفس اللي بنتكلم عنه اليومين دول هو اللي بنتكلم عنه في مواسم الانفلونزا. ان مواسم الانفلونزا عندنا بيبقى دايما عندنا مشكلة المدارس والناس اللي هي الأطفال مع بعض أو في البيوت نفسها. الاميون سيستم طبعا، وده يمكن هنرجع للفيديو ده تاني لما نكمل كلامنا. إنما بالنسبة لي الكلام على الباثوجينز الترانسميشن قلنا بتاع الكومون كولد برضو دروبلت زي ما اتكلمنا دلوقتي، مالوش باكسين الكومون كولد لأنه مايلد ديزيز ومالوش تريتمنت. الانفلونزا احنا قلنا عليها والتايبس بتاعتها الاي وبي والسي، وطبعا الأعراض بتاعتها بقى أشد لأن فيها فيفر وشيلز أو رايجرز أو رعشة. دي بتصاحب الانفلونزا كتير، ممكن توصل نمونيا، ودي بتحصل كمان في الأطفال الأصغر سنا. ثلاثة تايبس بتاع الانفلونزا A و B و C، يمكن أشدهم الE وأقل شوية الB وأضعفهم الC، وده بتبقى سبورادك. مشكلة الانفلونزا زي ما حصل بالضبط مع الكورونا هو انتجينيك شيفت وانتجينيك دريفت. انتجينيك دريفت اللي هو التحولات السنوية اللي كل سنة بيبقى فيه تحول بسيط يقوم يجي انفلونزا جديدة مع التطعيم، لكن ببقى أنا عندي مناعة لمجموعة من البروتين على سطح الفيروس، فلو تغير جزيء منه بيبقى عندي مناعة لبقيه البروتينات. لكن في الانتيجينيك شيفت اللي بيحصل مع الإبيديميك زي ما حصل في السواين فلو 2009-2010 وزي ما حصل الكورونا، التحول اللي حصل ده بيخلي الاميون سيستم ما يقدرش ان هو يتعرف على الفيروس خالص كأنه حاجة جديدة تماما بالنسبة له. فهنا التحول اللي بيحصل او انتيجينيك شيفت بيحصل مع الإبيديميك كل 10-20 سنة ده اللي بيعمل مشكلة كبيرة. عشان كده أيام السواين فلو كان في نفس الخوف، طبعا مش زي دلوقتي، طبعا كورونا أكثر شراسة لأن معدل الانتشار بتاعها أعلى، لكن انجينيك شيفت ده لما بيحصل في أي فيروس بيعمل تغير كامل، بيبقى الاميون سيستم ما يقدرش يتعامل معه كأنه حاجة جديدة تماما. والإنفكشن طبعا من خلال الدروبلتس أو الإيروسول. الدروبلت طبعا بتبقى يعني حجمها كبير شوية، الإيروسول بتبقى أخف وبتقعد في الهواء فترة طويلة نسبيا. يعني فاكسين إنفلونزا احنا قلنا كل سنة بيتطور الفاكسين على الموست بريفالنت سترينز، وما ننساش ان احنا في شهر 9 أو 10 وانس ينزل فاكسين لازم ناخده ولازم ولادنا وأطفالنا كلهم ياخدوه. وللتذكرة الفاكسين بيتاخد في الابتداء من عمر 6 شهور لحد 3 سنوات بياخد ربع سنتي، بياخد لازم جرعتين فرق بينهم 4 أسابيع في الأنترولاترال سايت بتاع الساي، يعني بيتاخد في الفخذ من قدام زي ما احنا شايفين الصورة الوسطى دي، والإبرة بتبقى بربنديكولر. الأعمار اللي هي من 3 سنين ل 8 سنوات بيبقى الدوز بتاعته نص ملي، الدوز بتاعته بتبقى نص ملي فوق 3 سنوات
ودي بتتاخد جرعتين، فرق بينهم 4 أسابيع، يعني برضو لازم المريض ياخد جرعتين، اللي هي أول مرة، يعني أول مرة حد ياخد تطعيم إنفلونزا لازم ياخد جرعتين أول سنة ياخده، بعد كده السنوات التانية بياخد مرة واحدة بس، لحد سن فوق 8 سنوات أول مرة بياخد حقنة جرعة واحدة. فده تطعيم إنفلونزا يفضل كل الناس تاخده من عمر 6 شهور، ياخدوه مدى الحياة لو أمكن، لأن إنفلونزا طبعا بتبقى ليها مشاكل كبيرة جدا، يعني مش زي الكورونا اللي احنا فيها، ولكن عالية وفيها خطورة وفيها مورتاليتي. يعني التريتمنت بتاعها التاميفلو طبعا مش بتاخد لكل الناس، لكن التاميفلو بتاخد للفئات الأكثر خطورة، اللي هي الناس اللي هي يا إما الإميون كومبرومايز شوية سنا، الأطفال الصغيرين أقل من 2 سنين، كبار السن طبعا، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، دول بيفضل ياخدوا تامي فلو في الوانزا، غير كده مش لازم يتاخد. نيجي بقى للكورونا اللي هي مدوخة العالم كله حاليا، وأول توحش الكورونا كان في مبدأ في بالسارز، وطبعا السارز ده اللي كان عمل لنا المشكلة الكبيرة أو عمل للعالم 2002، وكان طبعا أعراضه كانت هاي فيفر وهيدك وبادي إكس، يعني أعراض شبيهة بالإنفلونزا، لكن كان فيها نمونيا وإنسنس بتاعها كان بيعمل مورتاليتي عالية جدا أبطو ممكن 30%، وده كان من الأمراض الخطيرة جدا، لكن ما استمرش كتير. الترانسميشن برضو زي كل الفيرال من خلال الدروبلت والإيروسولز، وملوش علاج وملوش فاكسين. الميرز اللي ظهر بعديه، يعني ظهر بقى في الفترة اللي هي بعد السوين فلو على طول، اللي هو الميدل إيست ريسبيراتوري سيندروم أو الميرز، برضو كورونا فيروس توحش التاني وعملت الأعراض دي. الأولاني السارز كان في جنوب شرق آسيا، وبرضو كان احتمالية موضوع الخفافيش. في الميرز ظهر في شبه الجزيرة العربية، وبرضو كان الأعراض بتاعته عنيفة جدا، نمونيا ورينال فيلير، وكانت فيتال في درجة كبيرة، برضو وصلت أكتر من ربع الحالات، ودي طبعا كان في منتهى الخطورة، وترانسميشن برضو بدروبلتس وملوش فاكسين وملوش علاج. لكن محاولات العلاجات اللي والتطعيمات اللي كانوا بيبحثوا فيها أيام السارز والميرز دي اللي كانت البدايات اللي كملوا عليها الفترة الحالية عشان يطلعوا، عشان كده الكلام على الفاكسينز متسارع ويطلع فترة قريبة، لأنه في بدايات للأبحاث دي كانت موجودة أيام السارز والميرز، فبدأوا يكملوا عليها شوية. طبعا عندنا الكوفيد حاليا، وطبعا كلنا سمعنا بما يكفي وزيادة، لأن كل يوم في عشرات المواضيع اللي بتنشر وبتكلموا عنها، والساينس بتاعته تتراوح في فيفر شورتنس بريس، لكن طبعا اعراض كتيره جدا في جي اي تي سيمتومز، الدروبلت طبعا انفكشن زي كل الفيرال انفكشن، وطبعا معدل الانتشار بتاعه سريع، ولحد دلوقتي لسه الفاكسين ما حصلش، والتريتمنت غير مؤكد لاي حد عشان ما فيش علاج مؤكد ليه خالص، عشان كده الاختلافات الكبيره في الاراء في التطعيم في العلاج، لكن ما فيش حاجه لحد النهاردة نقدر نقول ان هو علاج اكيد، لانه علاج اي فيرال انفكشن عشان نقول ان لا علاج، لازم نجيب ناس مجموعة كبيرة ونعمل دراسة قوية كبيرة تشمل 10-20-30 ألف واحد، نصهم ياخد الدواء ونصهم ما ياخدش علاج خالص، عشان نقدر نميز اذا كان علاج ده فعال ولا لا. طبعا محدش يقدر يعمل الكلام ده خصوصا في الحالات الكريتيكال، فبيستعملوا العلاج هو الاقرب للنتيجة، عشان كده نلاقي كل شوية في اختلافات في القصة دي. الفيرال نمونيا طبعا بتيجي بقى من المجموعات اللي فاتت، الكورونا اللي هو الكوفيد طبعا والسارز والميرز، الادينو فيروسز ممكن تعمل، الانفلونزا والبرا انفلونزا، دي المجموعات اللي ممكن توصل للنمونيا، واعراض النمونيا طبعا سيفير ديستريس وترانسميشن طبعا من خلال الدروبلت. التطعيم الوحيد للفيرال نمونيا هو بتاع الانفلونزا، لان كل الفيروس الثانية لسه. علاج الفيرال نمونيا اللي اذا كانت انفلونزا بناخد تامي فلو، طبعا مفيش علاج تاني انتي فيرال، يعني بعض الناس تكلم أدينو فيرال لو أنتي فيرال، لكن العلاج الوحيد يمكن للفيرال إنفلونزا بيبقى التاميفلو. سبيشال كونسيدريشن أو يعني جمل يعني أو نقط بنركز عليها، إن في أكتر من 200 فيروس بيسببوا الكومون كود، لكن هو مايل ديزيز ما يحتاجش علاج، وقلنا الانتيجينيك شيفت ودريفت في الانفلونزا ده اللي هو اخطر حاجه لو حصل دريفت فيها. طبعا الفاكسينز بتطلع كل سنه مرتين. السيفير فايرال انفكشن اللي هي فيها ريسبيراتوري سينسيتيال فايروس، وده ملوش تطعيم. السارز والميرس
طبعا والخطوره بتاعتهم اللي اتكلمنا عنها. الجديد في الكوفيد وطبعا كلنا متابعين الكلام ده، وكان الدبليو اتش او عامله في 3 مايو اللي هي السوليداريتي ترايل، وكانوا بيجربوا مجموعه من الادويه، هم 4 منهم رامدسيفير، وده البناء عليه بيتكلموا اليومين دول انه قد يكون له نتيجه كويسه، وفي شركات مصريه بدات تصنعه، شركتين، فده رامدسيفير كأنتي فيرا دي الدبليو اتش او بتدرسه، وكان في الانتي ملاريا الاثنين كلوروكوين والهيدروكس كلوروكوين، ولكن في 17 يونيو قرروا يسحق يوقفوا البحث فيهم لانه لقوا ان هو السيفتي او الافيكاسي مش كافي ان هم يكملوا كومباينيشن من 2 انتي فيرال، ودول ما فيش افكت فيهم في تشاينا، ولكن ممكن يعني حالات تستخدم اقل خطوره لانه ما جابش نتيجه في الحالات الخطيره. انترفيرون مع 2 انتي فيرال، وده ترايل كانت بدات مع الميرز وبتكمل الدبليو اتش او حاليا. الجافي اللي هي منظمه توزيع الباكسين، ف 4 يونيو قررت انها تشيل عبء توزيع الباكسين لما يطلع، والماسكس طبعا الابديتس، انا بتكلم على الابديتس الجديده، الدبليو اتش او بتتكلم على الماسك في كل الناس وكل الاماكن. الاف دي اي اللي هي منظمه الغذاء والدواء الامريكيه كانت عملت ايمرجنسي اوثورايزيشن، ايمرجنسي اوثورايزيشن يعني رخصت 3 ادويه بشكل عاجل. الاف دي اي طبعا من المنظمات حضرتك عارفين اللي هي ممكن تدي ترخيص او تصريح باستخدام دواء معين، بتاخد وقت طويل جدا لدرجه ان الدواء ممكن ينزل السوق ويتباع ويستعمل، ولكن بتبقى الاف دي اي تاخد وقت طويل جدا، لكن لظروف الكوفيد فهم رخصوا 3 ادويه اسمها ايمرجنسي اوثورايزيشن، رخصوا كلوروكوين وهيدروكسكلوروكوين وراميدسيفير. سحبوا الترخيص بتاعهم بتاع الهيدروكسكلوروكوين في التريتمنت بتاع الكوفيد لانه في سيفرال ترايلز وقالوا هو ان افكتيف. اف دي اي ده في 15 يونيو من حوالي 10 ايام، وبالتالي سحبوا الترخيص اللي كانوا عملوه ده مش معناه انه يتوقف، لكن معناه ان هم يعني بيشككوا في نتيجته. هذا كان لسه في البروتوكول عندنا في مصر ومستخدمه وموجود في دول تانية، احنا مستمرين فيه لحد ما يبقى الكلام الاكيد. طبعا حتة ديكساميثازون والكلام اللي دار عليه من 8 ايام وان هو كان ريديوس مورتاليتي، هو طبعا عشان السيفير كيسز اللي على بنتليتو، لكن هو ملوش علاقة خالص بالفيروس نفسه، يعني ما هوش انتي فيرال، هو كل علاقته ان هو الحالات السيفير الكريتيكال اللي بيتحطوا على فنتليتور. احنا عارفين الحمد لله ان هو انه اللي بياخد الكورونا فيروس او الكوفيد 19 يعني يمكن 30% بيبقى سيمتوماتيك ماشي بين الناس، و 50% تقريبا يعني او 55% بيبقوا سيمتوماتيك ومايل سيمتوم، مش مايل، مايل تو مودريت اللي هي كاف وفيبر وبون اكس، وتعامل ان هو عزل منزلي. الحالات الشديده اللي بيبقى الفاضلين 15% منهم جزء بدأ يبقى مش أدميتد دلوقتي لو هو مش كريتيكال ويتابع منزلي، ده بياخد علاجه من العلاجات اللي هي على الأرجح يعني أقرب للاستخدام. وال5% الكريتيكال اللي بيخشوا ICU دول اللي فيهم بيبقى 2-3% مورتاليتي بتاعت الكوفيد 15 كوفيد 19 آسف، فديكساميثازون للي على فنتليتور مش لكل الناس يعني خالص. طبعا يونيو 19 يونيو الـ WHO قالت ان هو البانديميك بتاع الكوفيد 19 is in a new and dangerous phase as many people tired of staying home and governments eager to reopen their economics. فقالوا ان في طبعا الكلام ده ردا على الولايات المتحده ان هم وبعض الدول الاوروبيه ان هي استعجلت في الفتح او علشان اسباب اقتصاديه بداوا يرجعوا القفل، ولو ان طبعا حكايه القفل والحظر في جهات كتيرة علمية وقوية قالوا ان ده مش الحاجة الاساسية، السبب الحاجة الاساسية في الوقاية هو التباعد الاجتماعي والماسك. طب التحاليل بقى هنعدي عليه بسرعة جدا، لان طبعا في ناس كتير بتروح تعمل تحاليل لوحدة وبيجي لنا عشرات التحاليل. التحليل الوحيد هو البي سي ار، ولكن حسيت التحاليل تراوح من 93 ل 32% بس. 93% اذا اتسحب من القصبة الهوائية وده الحالات اللي على فنتليتور، 32% اذا كانت العينة فارنجيال سواب، و63% العينة العادية اللي بناخدها حاليا من النيزل، يمكن دي اقرب يعني او اسهل نسبيا في الاستخدام. الكروت السريعة طبعا 50% فولس بوزيتيف او نيجاتيف وما هوش بديل للبي سي ار. الاشاعات مش دليل، هي بتساعد في التشخيص لكن مش خاص بيها. الحاجات اللي بستخدمها في التشخيص اي حد يروح يحلل سي ار بي او اي اس ار او فيريتين او دي دايمر او ليفر انزيم او ال دي اتش،
دي كلها حاجات للمتابعة، لكن ما حدش يروح يشخص نفسه تأكيد أو نفي بيها. الماسكات في الوقاية احنا عارفين سيرجيكال ماسك بيستخدم لكل الناس، وعارفين FFP1 ده مش بتاع فيرال انفكشن، عشان لو حد جابه وشكله حلو مكتوب عليه بتاع، لكن لما يقرا هيلاقي نوت ريكومندد تو بروتكت اجينست انفكشن، اللي هو الاف اف بي 2 او ان 95 ده للناس اللي بتتعامل مع بيشنتس، خلاص البيشنت اللي هم عندهم الكوفيد. اف اف بي 3 ممكن اعلى شويه، بيستخدم في الاثنين في الفيرال وفي الاندستريال. وطبعا في الاختراع العجيب البابر اللي هو بيبقى لابس في الشيلد ماسك، في معاه حاجه بتساعد شويه ان هو يدي اوكسجينيشن، عشان لو عيان في منطقه فيها بيشنتس كتيره. وطبعا عندنا الهاند ووشنج، الحاجات المهمه، الفيس ماسك او الماسك العادي حتى الجراحي، والماسك القماش ممكن يستخدم، ممكن يستخدم. الفكره فيه تقليل انتشار الفيروس، لان هو المشكله الفيروس دلوقتي الكلام كله على الفيرال لود. الفيرال لود اللي هو ايه؟ ان انا باخد قد ايه كميه فيروس انا عشان عيا، يعني ممكن واحد مثلا عطس في وشي خد 5000 فيروس، غير ما اخد 10 ما اخد 15 ما اخد 20000 فيروس. كميه الفيروس اللي داخلالي اكيد بتحدد السيفيريتي بتاع الديزيز. عشان كده لما البس ماسك جراحي بيحوش مثلا 70% 80%، الماسك الN95 لانه يحوش 95%، انما لما حد بيلبس ماسك قماش يحوش 30% 40% برضو مش وحش. لو اتنين لابسين هيزود امكانية الحماية، فدي فكرة الماسك القماش انه يتلبس. بس عيب الماسك القماش لازم 3 طبقات قماش، عشان كده بيضايق الناس في النفس جدا. هو مشكلته بس انه مسته انه ارخص وبتغسل والكلام ده، لكن عيبه بيضايق النفس طبعا في الحر. لكن حقيقة وقاية ومهمة عشان ما نتعرضش لمخاطر. التطعيم موقفه انه في حاليا 10 شركات وصلت للترايلز اللي هي البري كلينيكال، اللي هي في اخر مرحله، وطبعا اشهرهم حضراتكم عارفين اللي هم بتاعه اوكسفورد استرازينيكا مع انديا، اللي هم الاثنين فوق بعض دي، وبقيه الشركات بتحاول تسابق بعض، منهم اثنين في الهند، في الموديرنا بتاعه امريكا اللي هي ثاني واحده في المجموعه، بالاضافه 114 شركه شغالين في البري كلينيكال، يعني دي المرحله اللي جايه. اما الى طيب الاميون سيستم، الحقيقه طبعا عشان برضو ما تعبش حضراتكم، الاميونيتي بتاعتنا كلها يا اما بناخدها اكوايرد، يعني بناخدها اكتف من انفكشن او بتطعيم، او بس بناخدها ناتشرال من الام او ارتفيشال بايميونوجلوبولينز. والخلايا بتاعه الاميونيتي هي مجموعه تبادليه، علشان يعني بيتبادلوا حمايه الجسم. عشان All function of immune system is to prevent or limit infection. يعني الناس اللي بيبقى عندهم immune deficiency مشكلتهم بتبقى repeated infection أكتر حاجة. دي الأورجانز اللي هي من الimmune system: lymph nodes, spleen, liver, bone marrow, lymphocytes في blood والleukocytes. والacquired أو adaptive immunity بتعتمد على lymphocytes، منها النوع اللي هو الB lymphocytes ومنها الT lymphocytes. التي سيلز طبعا في منها تي كيلر وتي هيلبر، وفي البي اللي هي بتعمل انتي بوديز. الاميون سيستم فكرته ان هو السيلز بتلف على طول في البادي، بحيث ان هي بتدور على اي فورين ماتيريا بتخش، سواء فيرال او بكتيريال، وبتاخد رد فعل نيجي للأكلات اللي هي بتنهانس الإميونيتي. عندنا في حاجات كتيرة مكتوبة ومعروفة انها بتنهانس الإميونيتي، من ضمنها الألمون، الناس بتتكلم على
اللوز. طبعا مش كل الحاجات، طبعا في حاجات بتبقى استفزازيه شويه مش هنتكلم عنها كتير، انما في ناس بتتكلم على اللوز، في ناس بتتكلم على الباباي، في ناس بتتكلم على البروبلس اللي هو من العسل، ودي من الحاجات المهمه اللي نتاكد منها يعني نتكلم عنها، ان عليها كلام كتير جدا اليومين دول. اليوجرت، البروكلي، الكيوي، الريد بيل بيبرز اللي هو الفلفل الاحمر اللي هو مدور مش الحراق طبعا، السانفلاور سيد اللي هو اللب السوري، السيترس فروس الليمون البرتقان والحاجات دي، جرين تي طبعا معروف، الشيلفيش، تروميريك اللي هو التروميريك اللي هو الكركم، والجارليك اللي هو الثوم، الجينجر اللي هو الزنجبيل، جنزبيل، البولتري اللي هو لحوم الفراخ بتساعد في المناعه، او الدواجن عامه بتساعد في المناعه اكتر من اللحوم البقريه، والسبانخ. الكلام دلوقتي على البروبلس، ودي يمكن ريفيو كبير معمول 2019 عن البروبلس والايفيدنس بتاعه، ودي مجموعه دراسات يمكن عدد ضخم جدا معمولة عشان قصة البروبلس وفوائده، وبيكلم على ان هو ناتشورال كومباوند له جود فارماكولوجيكال وفارماسيتيكال بروبرتيز، والكونتيسو بتاعته له وايد ابليكيشن، ممكن السكين، والوحيد اللي في الناتشورال ريميديز اللي هو بروفد افكتيف في الوند هيلينج هو العسل الهاني نفسه او العسل الجبلي ده بالذات يعني. كمان البروبلس في النيورو ديجنريتيف ديزيز والاثيروسكلروزيس، في طبعا اهتمام بالهاني بالبروبلس من 1990، وكلينيكال ترايلز اللي احنا عرضناها كلها مهتمه بنتيجته، ودخل الوقت في كرونيك ديزيز بما فيها الهارت ديزيز والدايابيتس والهايبرتنشن والديجنريتيف ديزيز زي ما قلنا من ضمنها الالزهايمر، فده داخل في القصه دي. بشكر حضراتكم، ودلوقتي معنا دكتوره اليزابيث. مساء الخير، استنى احنا نكون معاكم ان شاء الله قريب نتجمع، البلد اهي بدات تفتح وان شاء الله قريب نتجمع على خير. معاكم اليزابيث، انا ماسكه سوبرفيجن قناه تو لاينز، لاين 1 اللي هو رويال بروفيت، لاين 2 اللي هو معايا كيو سليم ورويال جيلي. انا اسمي اليزابيث، هي شركه بول فارم، هي وكيل لمارينيز. مارينيز ده مصنع في اسبانيا، بس هو بيصدر لاكثر من بلد في العالم. هو اخذ الاف دي اي ابروفد، فبالتالي بيصدر لامريكا، موجود في السعوديه، موجود في الكويت، كل يعني سواء اوروبا سواء امريكا او حتى الدول العربيه موجود فيها حاجه مارينيز. الحمد لله البرودكتس بقت يعني موجوده في مصر كمان مسجله، يمكن من كتر ما هي كويسه كانت بتيجي زمان، يعني من كتر ما هو فيتامين معروف بره فيجي كده حد قريب حد يجيب له فيتامين من بره، لكن دلوقتي البرودكتس مسجله وزاره الصحه المصريه اخذه ابروفال. يعني برودكت احنا كنا عاملين مسابقه، لو حد لسه ما سجلش فيها يسجل عشان في سحب هياخد الهدايا دي اخر المحاضرة. هي متخصصه في الفود سبلمنت، يمكن دلوقتي كل الناس بتدور على فيتامين، بس هي اكتر حاجه كمان مميزه فيها ان هي فورم سيروب سنجل دوزز، دي مميزه قوي في الشركه يعني مش موجوده في شركات تانية كتير. البرودكت اللي هو كان عليه السحب النهارده اللي هو مارينيز رويال جيلي كبسول، هو ده رويال جيلي والليسيسن ده بريزرفاتيف ليه في نفس الوقت في اسيدز اللي الجسم محتاجها. ليه رويال جيلي مهم قوي؟ رويال جيلي ده هو غذاء ملكات النحل، هو اللي النحله بتاخده فبتتحول من نحله عاديه لنحله مور اكتيف، تقدر ان هي فيرتايل مور اكتيف، تجيب اكز كتير قوي، فبالتالي ليه رول حلو قوي في الفيرتيليتي. الريال جيلي حلو قوي، الريال جيلي مارينيز ريال جيلي. الريال جيلي هو الغذاء ملكات النحل، فهو بيدي طاقه كبيره قوي سواء للنحله ان هي تتحول او لما احنا كمان بناخده، فبالتالي لو حد بياخده لو دايابيتك بيشنت او حد مجهد قوي هو بيديله طاقه حلوه جدا، فيعني محظوظ قوي اللي هياخد ريال جيلي. البرودكت الثاني اللي هو المعروف قوي والحمد لله المبيعات بتاعته كويسه قوي اللي هو الريال بروفيت. الريال بروفيت كويس جدا لانه فيه كل حاجه، في رويال جيلي وفي البروبلس اللي هو بيرفع المناعه، في فيتامين اي وفي بي بولت، فبالتالي هو في كل حاجه. هو برده سيروب، هو نفس الشكل ده وهو بيرفع المناعه. البرودكت بقى اللي هو لسه نازل جديد ومنتشر قوي للاطفال، مارينيز بروتكت. مارينيز بروتكت ينفع للاطفال وينفع للكبار لان الدوز بتاعه البروبلس فيه هي عاليه قوي، عالية قوية، يعني تنفع ان هي تدي افكاسي للطفل وتدي افكاسي كمان للحد الكبير.
ميزه ماريليز بروتكت ان هو فيه البروبلس اللي هو كان دكتور اسامه لسه بيقول عليه ان هو بيرفع المناعه، هو من الفودز القويه جدا لرفع المناعه. هو كمان فيه فيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين دي، في 12 فيتامين مختلفين الجسم محتاجهم. فبالتالي لو اي بيشنت بيسال على فيتامين سي وفيتامين دي بدل ما ياخد 10 ادويه او 10 حاجات، هو ينفع ياخد ماريليز بروتكت فيه كل الحاجات دي. بلس ان هو فيه رويال جيلي كمان اللي هو مليان امينو اسيد ومليان فاتي اسيد الجسم محتاجه. فماريليز بروتكت يعني برودكت بصراحه فيه يعني يعتبر فيه نيوترينت فاليو عاليه جدا وكويسه جدا للطفل. لو طفل مناعته ضعيفه ودايما ريكورنت انفكشن، وي ريكومندد ماريليز بروتكت. برودكت اسباني عشان هو ده كان اول سؤال، وهو كله يعني مستورد، هو مش مصنع خالص في مصر، هو مصنع بره وهو مسجل بس في مصر. مبسوطين احنا نكون معاكم دلوقتي. هنعمل السحب، هنختار دكتور اسامه الشيت توصل لحضرتك. هو ده الشيت حضرتك بقى مشغل الاختيار يتم بناء على ممكن. بصي حضرتك هو في عندك طبعا انت مش شايفه الشيت قدامك، بس هو في عندنا ارقام لل يعني للناس اللي هي من رقم 2 لحد رقم 56. ممكن حضرتك تختاري رقم عشوائي او حد من الزملاء يختار رقم عشوائي يعني. او طيب حضرتك اختاري رقم ما بين 2 لحد 56. فانا ما سجلتش عشان كده اسم يعني مش هيبقى متاح في الناس يعني. فاختاري من 2 ل 56. تمام. اوكي ممكن ناخد رقم 50. رقم 50 نشوف مين الاسم بقى. رقم 50 رقم 50 دكتور عمرو عادل. دكتور عمرو عادل مستشفى النصر. دكتور عمرو عادل موجود معانا اهو. دكتور عمرو عادل تمام. دكتور عمرو عادل جالك الجائزة رقم 50. مبروك دكتور عمرو. ودي حاجات بقى للإميونيتي عشان نورنا يا باشا. نورنا يا باشا. مبروك يا باشا. شكرا دكتور سمحت نور يا باشا. ده عشان الديسك يا باشا بس. لا ألف سلام عليك والله. ألف سلام عليك دكتور إليزابيث. دكتور عمرو عادل استشاري الأطفال وحديث الولادة، وهو اللي فاز بالجائزة رقم 50. أنا معرفش والله إن هو يعني. مبروك يا باشا. ألف مبروك. شكرا دكتور إليزابيث. شكرا دكتور أسامة. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. احنا قدام. شكرا ليكم وشرفتونا، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. شكرا دكتور عمرو، دكتور عمرو عادل، دكتور عمرو تهامي، دكتوره اليزابيث، دكتوره دكتوره نجلاء، دكتوره كريستين، دكتوره كل الزملاء اللي حاضرين معانا، وان شاء الله نلتقي في لقاءات قادمه باذن الله. شكرا ليكم ونلتقي على خير باذن الله. دكتوره اليزابيث الصوت عندك مقفول، لو عايزة تقولي حاجة أنا أفتحه لك. شكرا دكتور. كانت معلومات البرزنتيشنز هي استفدت منها يعني. كان في سؤال كده دايما بفكر فيه، الكمام القماش دي تنفع ولا ما تنفعش، فالنهاردة كان في إجابة يعني. هو هو السنتر اوف ديز كنترول في اتلانتا، هو قال ممكن يستخدم الكمامه القماش بس شروطها تبقى ثلاث طبقات. طبعا ثلاث طبقات كاتمه جدا، بس ميزتها الحقيقه طبعا رخيصه نتيجه يعني بسبب انها ممكن تستخدم عدد مرات وتتغسل وتستعمل تاني، فدي الميزه فيها. هي طبعا الفيرال لود اللي بيخرج منها اقل بكتير جدا من يعني الحمايه منها اقل بكتير من المسطات الثانيه، لكن ميزتها ان هي سهله ورخيصه ومتاحه. فابروفد على مستوى العالم على الاقل تقلل الفيرال لود، لان كل دول العالم بتعاني من نقص المسطات، كل العالم بلا استثناء يعني نتيجة الهجمة اللي حصلت فجأة بالنسبة للكوفيد. فطبعا الكل بيدور على حاجة تبقى تقلل وخلاص. شكرا ليكم يا فندم، نلتقي على خير بإذن الله. شكرا ليكم.